موجز إخباري من التلفزيون الجزائري. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المنتخب الوطني للريشة الطائرة على إحرازه اللقب القاري، وجاء في الحساب الخاص للسيد الرئيس تحية تقدير لمنتخبنا الوطني للريشة الطائرة على إحرازه اللقب القاري. التتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي إنجاز كبير، شكرا لكم ولكل الأطقم الفنية والإدارية، وبقية مشوار موفق بحول الله. هذا وتوج المنتخب الوطني رجال بلقب البطولة الإفريقية للريشة الطائرة الجارية منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة بعد فوزه في المباراة الختامية على نظيره النيجيري ب3-2 ليحافظ بذلك على لقبه القاري للمرة الرابعة على التوالي، ويتأهل إلى بطولة العالم حسب الفرق. ولحساب البطولة ذاتها، اكتفت سيدة المنتخب الجزائري بالميدالية البرونزية. تنطلق اليوم بأديس أبابا أشغال الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وتأتي هذه الدورة التي تدوم يومين تحت شعار تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن 21. هذا وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بأديس أبابا في اجتماع وزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان. عطاف أكد في كلمته على ضرورة تعزيز دور اللجنة وتكثيف أنشطتها في دعم الاستقرار في هذا البلد، وذلك وفق مسارين اثنين يضمنان ضرورة تحرك اللجنة تجاه الأطراف الداخلية بجنوب السودان وأهمية تعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وحملها على تجديد دعمها لمسار السلام في جنوب السودان. كما أكد عطاف استعداد الجزائر لدعم جمهورية جنوب السودان على درب تنظيم انتخابات تساهم في إنهاء الأزمة وتفتح المجال واسعا لرفع مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق بكل فعالية. توفي شخص وأصيب 57 آخرون مساء أمس في حادث اصطدام حافلة كانت تقل مناصري فريق اتحاد عنابة لكرة القدم أثناء عودتها إلى ولاية عنابة. الحافلة اصطدمت بسبع مركبات سياحية بمنحدر ألمانيا بقسنطينة. هذا وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث. في تطورات الوضع المأساوي بقطاع غزة، انتهاكات وفظائع لا يفتأ الاحتلال يرتكبها بحق المرضى والكوادر الطبية، حيث ارتقى أمس 4 شهداء على الأقل داخل قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد أن قطعت قوات الاحتلال عنه الكهرباء والماء والطعام، واتخذت منه ثكنة عسكرية. منظمة الصحة العالمية أعربت عن خشيتها على سلامة المرضى والعاملين الصحيين والمدنيين الذين يحتمون بالمستشفى، داعية إلى ضرورة تأمين استمرار عمل مستشفى ناصر لأنه يشكل العمود الفقري للنظام الصحي في جنوب غزة. هذا ومن المرتقب أن تشهد اليوم 100 مدينة في نحو 45 بلدا حول العالم تظاهرات عارمة تضامنا مع غزة. عواصم كبرى مثل لندن وواشنطن وسيدني واسطنبول وسيول ستشارك في هذا الحدث التضامني العالمي، حيث سترفع الأصوات عالية لنصر الغزيين وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تطالهم. كرويا، تعادل ممثل الكرة الجزائرية فريق شباب الوزداد أمام ضيفه الأهلي المصري بنتيجة سلبية صارت أمس بملعب 5 جويليا الأولمبي لحساب الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وعلى إثر هذه النتيجة يلتحق شباب بيونغ أفريكانز في الصف الثاني ب5 نقاط لكل منهما وبفارق نقطة واحدة عن رائد الترتيب الأهلي المصري.
كرويا دائما تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة عشرة من الرابطة الأولى المحترفة بإجراء ثلاث مباريات، حيث يواجه اتحاد سوف ضيفه اتحاد بسكرة، فيما تستضيف شبيبة والثورة مولودية وهران، ومولودية الجزائر تلتقي النادي الرياضي القسنطيني بملعب 5 جويلية الأولمبية. هذا وانتهت مباراة أمس بفوز فريق اتحاد خنشلة على ضيف اتحاد الجزائر بنتيجة هدف لصفر، فيما انتهت المقابلة التي جمعت نادي بارادو بشبيبة القبائل بالتعادل دون أهداف. أما جمعية شلف تجاوز ضيفه نجم بن عكنون بهدفين مقابل هدف واحد. ختام الموجز، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.